جهاز بيعمل رادع لسمكة القرش، مش رادع ان هو يأذيها، لا، ان هو في حالة وجوده الهجوم على الشاطئ او على المصطفين او الناس الاجانب الموجودين في البحر بيعمل تخويف للقرش عن طريق موجات بتطلع من الجهاز. الجهاز ده بيدي نبضات قهر مغناطيسية توسع على مسافة، القرش بيحسها من بعد، ياخد بعضه ويرجع تاني، ما بيقربش منها، بيحسها ان هي موجه اقوى منه هو، عشان كده بيخاف ويرجع تاني. الفكره دي جات لي من موضوع انا وصديقي السعودي صالح العنزي، ان موضوع القرش اللي انا كنت موجود في البحر الاحمر هنا في الغردقه، كان في موضوع القرش اللي هو كان الساحر الروسي، طبعا اتاثرت بيه زي ما العالم كله اتاثر بيه. في نفس الوقت احنا مش عايزين نجني على القروش اللي موجوده، عايزينها موجوده في البيئه لان البيئه بتحميها، وفي نفس الوقت احمي الناس الموجودة السياح او المصريين او الناس اللي موجودة في البحر بطريقة معينة. عشان كده فكرت اعمل الجهاز دوت، عشان كده بدأت بعد حادثة روسيا تقريبا باسبوع ان انا افكر اعمل فيه، وان شاء الله انتهيت منه. يعني الجهاز انا خدت وقت عشان فكرت بتعديله وحاجات زي كده، خدت فيه تقريبا يعني 3 اسابيع او حاجة وعشرين يوم، 25 يوم تقريبا. انا جربت زي ما جربت قدام حضرتك دلوقتي كده، النبضات اللي بتطلع عليه عن طريق اللمبة، نفس الاشارة اللي بتطلع من هنا هي اللي بتطلع في الماء على القرش.